ومرحبا بكم على كاراجي بوكس. تحية للجميع. كما كتلاحظوا كاين مهرجان ديال واد مدينة واد الرزات. غنتعرفوا الان عند الاخت زينب. الاخت زينب غتورينا هذا المعرض ديال اش. هذا المعرض اختي زينب هذا المعرض ديال اكسول اللي كاين في مدينه واد الرزات. هذا المعرض هذا كيعطيو فرص لبزاف ديال الناس باش انهم يعني يبيعوا المبيعات ديالهم الطبيعيه. كاين بزاف ديال الحوايج التقليديه كيف ما كتشوفوا. يعني كاينين زرابي كيف ما كتشوفوا. هانتوما جمعيه الاخوات. صراحه داكشي بسيط وزوين بزاف. كاين بزاف ديال الحوايج التقليديين صراحه. هانتوما يا الاخوان صراحه اي حاجه انا تقليديه مصنوعه شي باليد. مصنوع باليد. هانتوما كما كتلاحظوا عاوتاني كذلك هادشي تقليدي مصنوع باليد. صراحه هادشي بقينا كنفتقدوه ولكن الحمد لله ملي جينا تلاقينا بعائله فاطمه احنا غنوريكم كل ما هو جديد من طبيعه الحال. كما كتشوفوا هنايا كسيوات تقليديين اللي ما بقاوش في هذا العصر دابا حاليا. يعني شي حوايج اللي مقاردوا شويه حنا كنجدوهم حيت هذا الشيء من التراث المغربي ديالنا وخصنا نحافظوا عليه. وحتى الصراحه الطريقه باش دار المعرض يعني طريقه اللي زوينه بزاف تقليديه 100% واللي تقدر تعجب اي واحد. صراحه اي واحد كيجي لهنايا كيرتاح. المهم كاين حتى بالنسبه للماكله مثلا كاين بزاف ديال الحوايج تقليديين وبلديين اللي زوينين. اختي زينب هذا سميتو هذا سميتو خبز التفارنوت اللي كيدار فوق الحجر هكا. يعني كيطيب فوق الحجر بواحد الطريقه اللي زوينه بزاف وبزاف الناس كيحماقوا على هذا الخبز هذا ومعروفين به ناس واردازات. الله يعطيكم الصحه. من طبيعه الحال ما نساوش اتاي اللي ضروري خصو يكون في هذه المناسبه هذه. كما كتشوفوا معايا الوالده تاعي راه معاكم. عائله فاطمه ما تنساوهاش. عائله فاطمه المشاهدين. الله عليكم. لاله فاطمه وامينه من طبيعه الحال حتى هي ما نساوهاش. المهم هانتوما. ومرحبا بكم واحد الكاس هنا تاي. والله حتى كنت تفرق في المغرب يكون كلشي فرق في المغرب المشاهدين. كما كتشوفوا معايا مشاهدينا كاينين بزاف ديال الاكلات اللي زوينين بزاف تقليديين عصريين. والصراحه هذا الشيء كامل الاهم فيه هو اننا كنعيش واحد اللحظه زوينه كنحيو فيها التراث المغربي ديالنا وكنحيو فيها التقاليد ديالنا اللي من طبيعه الحال ما خصناش ننساوهم. وكما كتشوفوا كاينين بزاف ديال الحوايج حريره مادلين خبز الشحمه. يعني حاجات اللي صراحه عصريين وفي نفس الوقت بلديين شي حوايج اللي فعلا كنفتقدهم. وحتى ديك الجماعه ديال الناس يعني كتلاقي معنا جداد كتشوفي حاجات جداد في المعرض. كاينين شي حوايج اخرين غنوريهم لكم حتى هما في الفيديو ان شاء الله. خليكم معايا وما تمشيو فين بالباب المشاهدين. المشاهدين سيتي هو بالباب المشاهدين كي دايرين ولا كي دايرين لاباس عليكم ولا متوحشكم. خليكم معايا البنات وما تمشيو فين. جماعة وزازات بحضور السيد رئيس مجلس البلدية مشكورا مستعد لدعمنا وسندنا ليكون هذا المهرجان مهرجانا متعلقا بلوغو وزازات وزازات الكبرى اي بجماعة وزازات مهرجانا دوليا اقليميا اشعاليا لاقليم وزازات لاننا فعلا بحاجة لمثل هذه التظاهرات للمساهمة في التنمية. انا ما شفتش مع امي تنقول لك شفتو الشاي وني ما كيلعبوا ولكن من بعد دابا ما بقاش شفتهم وقيلا مشاو معاهم. ها السلام عليكم. راويا شتوريا الملائي غدايا الجماعة ولا كلو إنزدان الجماعة انترنت.